الاسم مروان، متزوج، اسكن في بغداد. مشروعنا مشروع دواجن الرعد، العائد الى والدتي خالده حماد، مختص بالدواجن، مؤسس من عام 2000، مجاز رسميا. واكيد يعني تعرضنا، يعني تاثرنا بالاحداث اللي صارت، الحرب، وتوقفنا 15 سنه. وبعد ما توقفنا بدينا بالانتاج عندما حصلنا دعم وسناد للمنتج الوطني، وبدينا نعيد خطوط انتاجنا خطوه بعد خطوه. بعد توقفنا 15 سنه اكيد احنا اردنا ندخل للسوق، اكيد واجهتنا صعوبات. هذه الصعوبات انه السوق كان مفتوح علينا، خاصه من الدول المجاوره، ويعني امكانيات الدول المجاوره ودعمهم لمنتجهم ودعمهم للتصدير. واجهتنا بعض المشاكل، الحيز اللي هم ماخذينه، شلون ناخذ احنا جزء من هذا الحيز التسويقي. فأكيد صادفتنا مشاكل، وأكثر المشاكل اللي صادفتنا هو قدم المكائن الموجودة عندنا. ولهذا احنا المنحة اللي ساعدتنا بها المنظمة، حاولنا أن نطور المكائن المهمة اللي تحاولنا أن نزيد القدرة الإنتاجية مالتنا. لأن أكيد يعني معروفة وحدة السعر معتمدة على كمية الإنتاج حسب المصاريف الموجودة. وعلى هذا الأساس احنا حاولنا إنشاء يعني بالمنحة الموجودة. بعد استلامنا المنحة حاولنا أنه المفاصل الرئيسية، نعم يعني ما كانت مغطية بكل شيء، نحاول بس هي حاولنا أن نستخدمها بأهم المفاصل اللي طفع عندنا الإنتاج. والحمد لله تغير عندنا الإنتاج، كانوا عندنا عمال 10 صاروا 18، وعندنا أيضا عمال اضطرنا أن نجيب عمال إضافيين يعني وقتيين، لأن الإنتاج زاد وما كنا متوقعين أنه العمل يعني هيك حصل عندنا نقلة شوية بالإنتاج. صارت عندنا نقلة جيدة بالإنتاج، والحمد لله وشكرا. حاليا احنا قدر الإمكان نقدر نوزع المنتجات للمحافظات، والحمد لله الأمور تمام.